قلنا شو المشكلة الأخ؟ أنا المشكلة عندنا سيدي. حنخلنا القطار شباب المستقبل 1991. في 1991 الآن هذه تقريبا 2010. قال لك بنت المباحثة الوزير خذاها وعطاها للناس اللي ديولو. شكون؟ شكون؟ الوزير. الوزير؟ عطاها للناس اللي خرجوا من المغادرة الطوعية وهذه المهم. السرقة اللي كنا نديروها حنايا خذاها وعطاها لواحد اخرين لقينا شحون الشمال. الإدارة ديالنا حاولنا احنا ما امكنوش نجلسوا معاهم نديروا شي مسألة فعلا جلسنا لقينا الحل الوحيد الحل واخا الحل مكي حنايا هو كيفي العصو لكن لقينا الحل حل توافقي من بعد من الحل توافقي من اللي بغاو يخلصوا لك المبلغ ما لقى سيدي ما نعطيكم شيء حتى يدير الجمع العام ديال التعاونية وهما عدوا عاد يكذبوا غير كيتماصلوا باش ما يعطوناش علاش؟ لان الرئيس ديال التعاونية هو الرئيس الراضي تعرف الرئيس الراضي النفوذ ديالو داخل النفوذ كبير داخل جهة الغرب شاطر محسن عنده نفوذ ديال كبير وصافي لا السيد والي ولا كل الجهة الكلية ما تيقدروش تعرف النفوذ ديالهم كبير دابا حنا بقينا هذا الشيء اللي دارتنا وكل شيء في الشارع ما لقينا معاه نهضروا على ماشي جوج على مجالس منتخب ماشي جوج على مجلس بلدي ماشي كاتبنا العام السيد القاسم العام السيد سليمان السيد والي المندوب ديال التشغيل راسلنا الوزاره الاولى ما خير ما راسلنا ولا احد يحرك ساكن ما كاينش ماشي كيبدا واحد يحرك ساكن والحل الوحيد هو ان ملي من الجوع وهذه تجمعنا انايا تيقول لنا شي حساب ثاني نعم هذا الاعتصام الثاني اللي كنقوموا به من الثلاث حتى الخميس لينا بالاسر ديالنا بالابناء ديالنا بكل شيء والغريب في الامر ان هذه الاداره ابتداء من مارس 2012 يعني من مارس 2012 الى يومنا هذا حبست المنظار بدون اشعار قانوني بدون حتى شي حاجه مع العلم ان مازال واحد الفئه اللي تخلص معانا وتخلص من مورانا وباقي كتخلص ومازال كتخلص بنفس الامتيازات وكل شيء ملي كنهضروا هنا كيقولوا كاينه حاله افلاس ما كندخلوا فلوس ما كاين حين ان لي كومبيني ديالهم الاله ديال الجني قصب السكر مازال خدامه وكيدخلوا الفلوس ديالهم كما اوزن كان شيء ان لم يكن ما فهمناش هاد الناس حاولنا نديروا حل توافقي تنازلنا على بزاف المبادئ اللي هو من حقنا وتنازلنا عليهم اخر مطاف الناس ما بغاوش يطيحوا الطابة عطاوك وعود فارغه ما كاينش شي حاجه يعني باش يسني معاك المحكمة حتى الساعة مازال ما استجبوش لا استجبو حتى شي نداء الوالي على علم السلطات كاملة على علم رسمي السيد رئيس الحكومة رسمي جميع الجهات واليوم الأمر اللي كنستغربوا له وهو أن لا عملوا ولا عاونوا لا الظروف ديال رمضان ولا الدخول المدرسي ولا العيد الكبير ولا بزاف من الأمور وخير دليل أن كنا